السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة الإسلام هو السلام. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وإبداء رأيكم بالمحتوى الذي تريدونه من خلال الزاوية اليسرى للمقطع، ودعمنا بلايك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، لأنكم أساس قناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان. خير ما نبدأ به الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم أفردنا حلقة جديدة بالنسبة للرحم وسلامة الرحم عند المرأة المتزوجة أو الفتاة التي ما زالت عذراء، لأنكم عزيزات المستمعات تقومون بأشياء خطيرة في حياتكم تؤدي إلى سوء تلك المنطقة وبالتالي إلى تدميرها مع الوقت، وبعد ذلك تعانين من مشاكل خطيرة بالنسبة للإنجاب. وهاكم بعض النصائح وبعض الأغذية المهمة والمفيدة جدا للرحم، والتي بإذن الله إن تبعتموها لن تحتاجوا إلى أخذ حبة دواء أبدا حتى آخر لحظة في عمركم. واعلمي عزيزتي المستمعة أن الرحم عند المرأة بشكل عام يمثل رمز أنوثتها، فهو جهاز التناسل الأول والأهم لإنجاب الأولاد وللولادة البشرية. لكن هذا الجهاز المهم الحقيقة يعاني بسبب كون أيتها النساء من ملوثات البنية المختلفة مثل المواد الكيميائية، أنواع السموم، وكذلك العادات غير الصحية مثل الوقوف بشكل سيء، حمل حقائب ثقيلة على الأكتاف أو على الظهر، انتعال الكعب العالي بشكل دائم، أيضا الحمية المفرطة والإجهاد والسهر لفترات طويلة من الليل، مما يؤدي إلى زيادة السيدات المصابات بالعقم وإلى أمراض الرحم بشكل عام. وتكثر هذه الأمراض عام بعد عام. وفي هذه الحلقة كما قلت سأحدثكم عن الأغذية المفيدة للرحم لكي نصل إلى تفاهم مع هذه المنطقة الخطيرة من جسم المرأة لكي تكون صحية وتتمتع المرأة بكامل أنوثتها. هناك عادات يومية مهمة ينبغي على السيدة ممارستها للحفاظ على الرحم. أولا، جعل أسفل البطن دائما دافئا دائما، حيث يكون الرحم ضعيف جدا مع البرد، وقد يساعد حمام الورك على تدفئة الرحم كذلك. ثانيا، إيلاء اهتمام خاص بانتظام الدورة الشهرية ولون الدم السليم والآلام التي تأتي في أثناء الحيض وقبل الحيض. يجب على المرأة دائما أن تراقب مثل هذه الأشياء في حياتها، إذن إن ذلك يمثل مؤشر جيد يظهر فيها حالة صحة الرحم بشكل عام وأن أمور التبويض لديها ممتازة. ثالثا، الحفاظ على وزن مناسب أمر مهم جدا لصحة الرحم. لماذا؟ لأن الدهون المفرطة في الجسم تسبب تدمير توازن إفراز الهرمونات، مما قد يؤدي إلى انقطاع الحيض أو إلى نزيف في الرحم، وكذلك إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، وربما إلى العقم بسبب رطوبة الرحم أو برودة الرحم أو بالعكس. وأيضا النحافة الشديدة أيضا قد تسبب مشاكل في الدورة الشهرية ومشاكل العقم بسبب جفاف الرحم ونقص التغذية. رابعا، التوقف عن التدخين أو شرب الخمر لمن يتعاطين التدخين أو الخمر وهم قلة على ما أعتقد، ولكن نصيحة ندرجها لهم ضمن حلقتنا. لماذا؟ لأن التدخين يعيق دوران الدم في المبايض وحركة قناة فالوب. خامسا، ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا، رياضة بسيطة، لا أطلب رياضة عنيفة أبدا. لماذا؟ لتنشيط الإيقاعات البيولوجية ومن أجل سلاسة عملية الأيض لديها، ولأن الرياضة تؤدي إلى تحسين منطقة الرحم بشكل، ولا سيما القيام بحركات رياضية خاصة بالاسترخاء مثل تمديد الجسم في هدوء ومحاولة التركيز على شيء معين بذاته. سادسا، ارتداء ملابس مريحة لعدم إعاقة دوران الدم والحفاظ على نظام الرحم بشكل أساسي. دائما الملابس الضيقة ودائما المشدات أو التي تتديها المرأة من أجل شفط بطنها أو لتظهر بشكل جميل خطيرة جدا على الرحم، وأنا ضدها بشكل أساسي. فحافظي على وزنك وأنت لست بحاجة إلى مثل تلك المشدات الخطيرة. سابعا، العمل نهارا والاستراحة ليلا. أريد أن أعيدها، العمل نهارا والاستراحة ليلا، لأن كل امرأة تجعل حياتها عكس، أي أنها تسهر في الليل وتنام في النهار، أعلمي أن صحة الرحم مع الوقت ستصبح لديها 0 من 100.
لأن الرحم سيتدمر تماما لأنه لا يعمل كما يجب. إذن النوم في الليل والاستيقاظ في النهار والاستراحة ليلا، لأن تغيير نمط الحياة يؤدي إلى عدم التوازن الهرموني لديك عزيزتي المستمعة، ومن ثم إلى عدم انتظام التبويض لديك. وإن لم تحافظي على نوم سليم في الليل والضوء مطفأ، فإن التبويض سيكون في مرحلة خطيرة لديك. ثانيا، الحفاظ على صحة الكولون. نعم، الكولون موجود على الجهة اليسرى من الجسم، وهو قريب جدا عزيزتي المستمعة من الرحم، وسلامته أمر مهم جدا لصحة الرحم. لماذا؟ لأن الضغوط الناتجة من إجهاد الكولون قد تتسبب في احتقان الدورة الدموية لديك، ومن ثم تحدث لديك مشاكل كثيرة في الرحم مثل ألم الحيض، عدم انتظام الحيض، تؤدي إلى تكيسات في الرحم، أعوذ بالله، قد تؤدي إلى أورام ليفية، وهي نوع من أنواع السرطانات التي ربما تكون حميدة وربما قد تكون خبيثة. تاسعا، تقليل مدة استخدام الإلكترونات وتجنب استخدام الأثاث والأدوات اليومية المصنوعة من مادة بولي كلوريد فينيل وبولي يورسيزين، وكذلك المنتجات البلاستيكية والمنظفات الكيميائية بشكل أساسي. وأقصد بالنسبة لاستخدام الإلكترونات يعني الكمبيوتر والجوال والتلفزيون، وعدم الإكثار منها في حياتك، لأن ذلك يؤدي إلى خطر كبير على صحة الرحم، وأنت ولا سيما في أيام الدورة، لأن التعرض لمثل هذه الإشعاعات أمر خطير جدا. تناول أغذية صحية. عاشرا، تناول الأغذية الصحية والسليمة وليس الأطعمة السريعة أو المصنعة خارج المنزل. لماذا؟ لأن معظمها يحتوي على مركبات كيميائية، أو تلك الأطعمة لديها سموم معينة تتسلل إلى الجسم، وقد تتسبب في حدوث أمراض مختلفة، وقد تؤدي إلى انهيار المناعة لديك. وأيضا عزيزتي المستمعة، لا تنسي أن معظم الأطعمة الخارجية تحتوي على كمية هائلة جدا من المواد الحافظة التي تؤدي إلى ارتفاع الأستروجين وهرمون الحليب ربما لديك، وأيضا البروجستين، وبالتالي أنت تؤدين إلى انهيار الرحم لديك وإلى ضعف في التبويض وربما إلى فقد الدورة الشهرية كاملا من جسمك. الآن أقول ما هي الأطعمة التي تساعدنا على الحفاظ على صحة الرحم. من أبرز تلك الأطعمة المفيدة لصحة الرحم اليقطين. اليقطين وهو نوع من أنواع الكوسة، يدفئ الرحم ويمد الجسم بفيتامين إي. والجوز. الجوز طعمه جدا لذيذ ومميز، يحتوي على أحماض دهنية أساسية ولا سيما الزنك، حيث تفيد هذه المواد في استعادة الأنسجة التالفة وعلاج العقم. الفاصوليا أيضا غنية بمواد الإيسوفلافون التي تساعد على تحسين الدورة الشهرية وعلاج مشاكل البشر، وكذلك مشاكل ما بعد سن اليأس مثل السمنة وألم الخصر والإمساك. لدينا نبتة سحرية، أنا أسميها سحرية بالنسبة للرحم، وهو الملفوف، لأنه غني بمواد غذائية تعالج تلف الغشاء المخاطي في الرحم مثل فيتامينات كي ويو والكبريت والكلور والأعشاب البحرية، بعضهم يسميها طحالب، هي طبيا اسمها أعشاب بحرية. تعد غنية جدا بالفيتامينات والمعادن والألياف المغذية مثل حمض الأنجتيك، وبالتالي فهي تعمل على تنظيف الدم ومنع الإمساك ووقف النزيف. وكذلك من الفواكه المهمة جدا جدا للرحم الأناناس. الأناناس جيد جدا، أولا من أجل تخفيف الالتهابات وتحطيم البروتينات، ويساعد على علاج الالتهابات في الرحم. من المشروبات المهمة الشاي الأخضر. تناول الشاي الأخضر جدا مهم للرحم، لكن على أن لا تضيف له السكر وإنما ملعقة من العسل. البصل والثوم رائعان جدا لصحة الرحم، ولكن على أن يؤكلوا بحالتهم الطبيعية، أي نيئان، ليس مطبوخين، لكي يعطوك نتائج ممتازة. وفي الكثير من النساء اللواتي يعانين من العقم ويداومن على أكل البصل والثوم بطريقة نيئة يصبحون سليمين، وبإذن الله يفتح الله عليهم وينجبون الأطفال. كذلك إزالة الهرمونات البينية مثل الديكسيكين والمعادن الصقر. ومن الأطعمة المهمة جدا للرحم الجزر،
وعزيزتي المستمعة تستطيعين أن تعصري الجزر، سيعطيك نتائج رائعة جدا، ولا سيما إذا كنت تعانين من مشاكل والتهابات خطيرة ضمن الرحم أو لديك مشاكل قوية في التبويض وربما تعانين إحدى مراحل العقم. ستذهلين عندما تداومين على شرب عصير الجزر. أيضا من الأغذية المفيدة للرحم النباتات المجففة، وأقصد بذلك الزبيب الذي يؤخذ من العنب والتين المجفف وأيضا المشمش المجفف، وفي الغالب كل الفواكه المجففة تعطيك نتائج رائعة جدا. أريد منك أن تأخذي هذه القائمة وتأكلينها في فصولها، أي أنا لا أريد أن تأكل عنب أو أناناس أو تين أو أي أشياء من التي قلتها في غير مواسمها، بس الأشياء المجففة فلا بأس، لأن أخذ الفواكه المجمدة لا يعطيك أي فائدة ولا تستفيدين من أي نظام غذائي. كل شيء أطلب منك أن تأخذيه بشكل طبيعي، وأن تكثري أيضا من أكل السمك، لأن السمك مفيد جدا، غني في أوميغا 3، وسوف يساعدك كثيرا على صحة الرحم، وبالتالي لن تعاني من أي مشكلة خطيرة في المستقبل. وأن تخفف اللحم والدجاج، فهما لا يفيدان كثيرا الرحم. أيضا من الأشياء المهمة التي أطلب منك على المداومة عليها بشكل يومي هو تناول زيت الزيتون أو زيت السمسم، لأن كلاهما من مضادات الأكسدة، وزيت السمسم مليء بفيتامين إي الذي أيضا سيحسن البشرة لديك، فأنت بذلك كما يقولين تستفيد الرحم وتستفيد البشرة والشعر لديك. أيضا المداومة على شرب بعض النباتات المهمة جدا للرحم وهي الحلبة، شرب الحلبة والزنجبيل للرحم مهمين جدا جدا، ولا سيما قبل الدورة ومع الدورة الشهرية فهي تعطي نتائج مهمة. لكن إذا كنت تعاني من ارتفاع الضغط فلا تأخذي الزنجبيل وخذي القرفة، وإذا كنت تعاني من الضغط فلا تأخذي القرفة وخذي الزنجبيل فهو مفيد لك. هذا في الغالب معظم الأشياء التي يجب أن تأخذها الفتاة، ومعظم الفتيات ممن يعاني من مسألة ارتفاع هرمون الحليب لديهم، فأنا أطلب منهم أن يكثروا من أخذ عشبة البقدونس سواء على شكل شاي يقومون بتحضيره أو أكله كما هو أخضر مع أيام الدورة وقبل أيام الدورة، لأن مسألة هرمون الحليب ترتفع أكثر قبل أيام الدورة من أجل تخفيف الألم لديهم ومحاولة تجفيف الحليب بشكل طبيعي لديهم، ولا سيما الفتيات الذين باتوا يعانون من هذه المشكلة قبل الزواج. وبإذن الله تعالى هذه معظم الأغذية الصحية والمهمة والمفيدة لكل فتاة ولكل سيدة متزوجة للحفاظ على الرحم بشكل جيدا. وحاولي أن لا تأخذي المسكنات فهي خطيرة جدا على الرحم في أيام الدورة، وخذيها قبل الدورة بيوم أو يومين من معرفة أنها ستأتي لأن لها أعراض مسبقة، وسوف تحسين بآلام أقل. وعلمي كما قلت أن آلام الدورة مفيدة عزيزتي المستمعة، فهي دليل على أن التبويض لديك ممتاز وأنك في المستقبل لن تعاني من مسألة عدم إنجاب الأطفال أو العقم، لأن التبويض لديك ممتاز جدا. هذه أهم الأشياء التي أستطيع أن أريدها في مقطع اليوم، وأتمنى أن أكون قد أعطيتكم نظام غذائي متكامل خاص بالرحم تستفيدون منه أنتم وبناتكم وكل من لديكم في المنزل من فتيات أو إناث. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم، ولا تنسوا أيضا مشاركتنا الرأي في استطلاع الرأي الموجود ضمن البطاقات التي أوردتها ضمن المقطع، لأن رأيكم يهمنا وهو استمرار لقناتنا. وأيضا عزيزاتي المستمعات لا تبخلوا على صديقاتكم بإرسال هذا المقطع لهم، لأنه مفيد لكثير من الفتيات اللواتي يتخبطن ولا يعلمن أنهم يسيئون إلى هذه المنطقة الحساسة والمهمة جدا في أنوثتهم بتناولهم الأطعمة التي تضر الرحم. لكم مني كل الحب والتقدير مديرة القناة دكتورة أم عمر أخصائية الطب البديل والعلاج بالأعشاب، ولكم مني كل الحب والتقدير، وأتمنى للجميع الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.